عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ ماذا فعلنا في المرة السابقة؟ نعم، قد رسمنا نافذة والمنظر الخارجي منها أيضاً. اليوم أيضاً سننظر إلى لوحات ماتيس والتي لها إحساس مختلف عما رأيناه في المرة السابقة. واليوم أيضاً سنقص ورقاً. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات ماتيس الآن مباشرة؟ ما هذا؟ إنه أوراق ملونة مقصوصة وملصقة. كان ماتيس يمارس قص الأوراق كثيراً، ليس الرسم فقط، مع أنه كان يعاني من الإعاقة، إلا أنه قد مارس الفن دون انقطاع. هيا ننظر إلى هذه اللوحة أيضاً، يبدو كأنه منظر بتجميع الأشكال الهندسية المختلفة. يا ترى، ماذا رسم هنا؟ تصوروا كما تريدون. ما هذا؟ إنه تكرار للشكل نفسه. في الجهة اليسرى قد رسم واحد كبيراً منه، وفي الجهة اليمنى قد رسم أكثر من واحد، مع أنه قد رسم نفس الشكل مع اختلاف الحجم والعدد، تعطي اللوحة إحساساً مختلفاً تماماً. وماذا رسم هنا أيضاً؟ تخيلوا أي شيء كما تريدون، وتصوروا بحرية حول ما تشعرون به وما تحسونه. هل ننظر إلى هذه اللوحة أيضاً؟ ماذا خطر ببالكم منها؟ هل خطر في بالكم حيوان أم شيء ما؟ مهما يكون في بالكم، تخيلكم جميل. حاولوا أن تقولوا ما خطر في بالكم. وهذه آخر لوحة. واو! هناك كل الألوان الجميلة متجمعة. أشعر كأن أوراق الورود الصفراء وأوراق العشب تطير من الريح في الشاشة كلها. أشعر كأني أرى هناك إنساناً ما أو آلة موسيقية ما. أتخيل أشكال مختلفة. أين هنا؟ وماذا يفعلون؟ بما تشعرون وما الذي تحسونه؟ تأملوا بحرية كما تشعرون، وشاركوا آراءكم مع أصدقائكم. واليوم نحن أيضاً سوف نعبر عن إحساس كهذا. هيا بنا ننطلق. هذه المرة قد رسمت بنفسي قبل المحاضرة. الآن لا تفعلوا معي وانظروا بعينيكم فقط. سنصنع 6 أشكال هندسية بقص الأوراق. هذه ورقة A4 مقصوصة نصفين، وسنفعل المطلوب هنا. أولاً سنبدأ بالدائرة. يمكنكم قص الورقة هكذا بعد طولها نصفين بأي حجم تريدونه. نرى هناك جزءاً مطوياً وهناك جزءاً ينفتح هكذا. يجب أن نرسم هنا وليس هنا. انظروا إلى هنا، قد حددت علامات نصفين هكذا، والجزء الذي سنرسم فيه هو هذا الجزء. سنرسم في النصف فقط، أي هنا فقط. الأشكال مثل بعضها البعض، تتماثل شكلاً. إذن نقص هذا الجزء.
وعندما نفتحها نرى هكذا قد اكتملت الدائرة. تعريف كلمة تناظر هو أن النصف الرسم يماثل نصفه الآخر شكلاً هكذا، يتماثل شكل الطرفين. عندما نصنع أشكالاً غير متناظرة لا نستطيع أن نستخدم هذه الطريقة، أليس كذلك؟ هيا نحاول الباقي أيضاً معاً. مثلث، لا ترموا هذا الجزء أيضا، وفروا الورق بأقصى درجة. ليس هناك أي مشكلة أن تكون الأشكال مختلفة قليلاً. هكذا قد صنعنا 6 أشكال هندسية. والآن أود أن نصنع عددا من هذه الأشكال ونرسم منظر بحر هنا. هيا ننطلق. أوقفوا شاشة الفيديو وقتاً قصيراً وقوموا بطوي الورقة نصفين وقصوها بالمقص وأنتم تشاهدون الصورة.
إذا انتهيتم من القص لونوا كما تريدون. سألون الحوض بشكل خفيف. عندما نلون قد يتسخ الجزء الخلفي هكذا، فمن الأفضل أن نضع ورقة لا نحتاجها. لونوا الأجزاء الباقية أيضاً بهذه الطريقة، وضعوها على الجانب مؤقتاً بعد التلوين، وأكملوا بشكل رائع رسم المنظر من داخل البحر في الورقة. ارسموا مكاناً يمكنكم السكن فيه وأنتم تتخيلون بحرية. أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وأرسموا بحراً رائعاً وأكملوا. نعم، قد أكملت الرسم هكذا. إذا أردتم تشكيل أسماك أكثر، من الجيد أن تشكلوها أكثر أيضاً. وحددوا أماكنها كما تريدون وألعبوا مع الأصدقاء الذين يعيشون داخل البحر هكذا. وإذا أردتم يمكنكم لصقها هكذا بوضع الصمغة أيضاً. أفعلوا كما تريدون. المحاضرة اليوم قد قصصنا أوراقا مطوية نصفين بأشكال مختلفة. مهما تكون الأشكال ليس هناك أي مشكلة، ففعلوا أي شيء دون خطة ولا تفكير أيضا. من الممتع أن تقصوا أشكالا بدون أي فكرة مسبقة أيضا. أحيانا أشعر بالمتعة أكبر عندما تظهر أشكال لم أتوقعها. اليوم أيضا كنت مسرورة لأنني كنت معكم يا أعزائي. هيا نتقابل في المحاضرة القادمة أيضا. إلى اللقاء.